بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الحمد لله ذو الطول والإنعام، أنعم علينا بعلماء كرام وفقهاء عظام، قاعدوا لنا القواعد والأحكام، وبينوا وفصلوا لنا الحلال والحرام. والصلاة والسلام على أشرف بني الإنسان سيدنا محمد النبي العدنان النبي الأمي الأمين القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. وبعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع مادة الفقه الحنفي. موضوع حلقة اليوم تابع كتاب الأيمان. كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن تعريف اليمين، وقلنا بأن اليمين في اللغة يقصد بها القوة، وقلنا بأن اليمين عبارة عن الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته على فعل شيء أو ترك، بتحلف على فعل شيء أو ترك، ومثلنا لذلك بأمثلة كثيرة. ثم تحدثنا عن أنواع اليمين، وقلنا أن هناك يمين تسمى باليمين الغموس، فاجرة يتعمد فيها الكذب، وقلنا بأنها لا كفارة فيها، وقلنا لا بد فيها من الاستغفار والتوبة. تحدثنا عن اليمين المنعقدة، وقلنا بأن اليمين المنعقدة الحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو يترك، وقلنا بأن الأثر المترتب عليها: والله إن فعل ما حلف عليه لا شيء عليه، وإن لم يفعل حنث ووجبت عليه الكفارة. ثم تحدثنا عن اليمين اللغو، وقلنا نرجو الله تعالى ألا يؤاخذه ويحلف على أمر يظن نفسه صادق وهو كاذب. ثم تحدثنا أبنائي وبناتي عن حكم اليمين اللغو، وقلنا بأنه يرجو الله تعالى ألا يؤاخذه، وعقبنا بمسألة الناسي في اليمين. اليوم بعون الله تعالى نتحدث عن ألفاظ اليمين، بما يكون القسم. تحلف، تحلف بإيه؟ إحنا نوينا في الحلقة السابقة وقلنا لا، يعني يستحب أن تقلل من الحلف، يعني إن اضطررت فاحلف، لأن الحديث بيقول لك من كان حالفا، يعني إن اضطررت للحلف فاحلف بالله تعالى. الحلف ده بيكون بألفاظه إيه؟ هل بأي شيء؟ هيا بنا نرى ألفاظ اليمين وما لا يصح الحلف به. هيا بنا. ألفاظ اليمين: الحلف يكون بواحد من الألفاظ الآتية: الحلف بالله تعالى، الحلف باسم من أسمائه تعالى، الحلف باسم من أسماء الله تعالى الحسنى كالرحمن الرحيم، وممكن أحلف بصفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى كعزة الله وجلال الله وعظمة الله وكبريائه. يبقى الحلف بالله اسم من أسماء الله، صفة من صفاته. إلا وعلم الله، لأن دي مش متعارف، لم يتعارف الحلف به. طب إيه الأشياء اللي ما ينفعش أحلف بيها؟ قالوا في المذهب الحنفي عندنا ما لا يصح الحلف به. إيه هو السؤال؟ بيقول أذكر ما لا يصح الحلف به مع الدليل. عايزين دليل. قال: لا يجوز الحلف ولا يصح بصفة من صفات الفعل كغضب الله وسخطه. تقول غضب الله ما فعلت كذا، هذا لا يصح الحلف به. الحلف بغير الله تعالى كأن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والكعبة. الحلف بالنبي والقرآن والكعبة. ايه الدليل على كلامك ده يا مولانا؟ ان ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. طيب تفصيل هذا الكلام قبل ان نتطرق الى حروف القسم، بيقول هنا ان الفاظ اليمين لو انت هتحلف وتؤكد كلامك وتوثقه باليمين بالله سبحانه وتعالى، ممكن تحلف إما بالله سبحانه وتعالى والله، أو بصفة من صفات ذاته تقول عزة الله وجلال الله وكبرياء الله،
دي صفات ذاتية ينفع تحلف به. يبقى بسم الله بتحلف بالله أو باسم من أسماء الله زي الرحمن والرحيم، أو بصفة من صفات الذات اللي هي العزة والجلال وما إلى ذلك. طيب، حكم الحلف بالنبي بالكعبة دي قال لك لا يصح الحلف بها، ونفصل ذلك أبنائي وبناتي قليلا. أولا، الحلف بالله سبحانه وتعالى هو الأولى، ونحن نقول الأفضل. لو أنت هتحلف احلف بالله، ولكن إن رأيت إنسان بيحلف بالنبي فلا داعي إلى التكفير أو التبديع أو التفسيق، لأن في وجه محتمل في كلام. بمعنى إيه؟ هو أنت اللي هو لا تحلفوا بآبائكم، ده بينهى عن أنك أنت تحلف بحد تعظمه كتعظيمك لله تعالى. احنا بنحلف بالله تعظيما لله. طيب بتحلف تأكيدا للكلام مع أنك في قرارة نفسك ما بتعظمش حد كتعظيمك لله تعالى، فهذا فيه تفصيل. الأحناف، السادة الأحناف وقول من الحنابلة قالوا بأن الحلف بغير الله تعالى حرام. الحنفية وبعض وقول عن الحنابلة أن الحلف ده بنتكلم في واحد بيحلف بالنبي مثلا لكنه لا يعظم النبي كتعظيمه لله، يؤكد كلامه فقط، فده اسمه حرام عند الايه؟ الأحناف، وقول عند الحنابلة. في قول آخر عند السادة الحنابلة بيقول إن إذا حنس في حلفه بالنبي عليه كفارة، إن عقد وعليه كفارة. يعني الحلف بالنبي في قول السادة الحنابلة جائز، يجوز. ليه يا مولانا؟ الإمام ابن حنبل في رواية عنه إن هو قال يجوز الحلف بالنبي، قال لأنه ركن الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتعظيمنا لسيدنا محمد من تعظيمنا لله ومن تعظيم الله تعالى له، وإحنا بنعظم سيدنا محمد كتعظيمنا لله كتأكيد للكلام. يبقى الأحناف قالوا حرام، وفي رواية عن الحنابلة، وفي رواية تانية عن الحنابلة أن الحلف بالنبي جائز، واستدلوا بأن ذلك من ركن الشهادة. المالكية والشافعية قالوا بالكراهة، إنك أنت تحلف بمخلوق غير ربنا سبحانه وتعالى زي النبي وغيره مكروه. طب ليه ما قالوش حرام؟ ايه اللي صرفهم عن القول بالحرمة؟ قال لان ورد ذلك، ولان الموحد لا يعظم احدا كتعظيمه لله. احنا بنعظمش حد زي ما بنعظم ربنا سبحانه وتعالى، فنقصد به الشرك ولا يعني من حلف بغير الله فقد اشرك. الحديث ده اصلا رواه ابو داود بسند ضعيف، ولكن على فرض صحته فاحنا بنقول انك انت بتحلف بمخلوق بتعظمه زي ما تعظم ربنا سبحانه وتعالى، وهذا هو محل الحرمه. لكن المالكيه والشافعيه قالوا لا، ده مكروه، لان هنا مولانا هو لا يعظم الموحد احدا كتعظيم الله سبحانه وتعالى. وورد ان سيدنا ابو ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقسمت بما لي عليك او بحقي عليك، يعني بيحلف سيدنا النبي عليه. والسيدة عائشة بتقول لسيدة فاطمة ايه؟ عزمت عليك بما لي عليك، بخاطري عندك، بي الباء طبعا للقسم. وفي رواية أبو داود الطيالسي أقسمت عليك بحقي عليك أو بالحق الذي لي عليك. يبقى ورد هنا سيدنا عمر في وصيته بيقول لابنه أقسمت عليك بالله وبحق الله وبحق عمر، أقسمت عليك بحق الله وحق عمر. في النهاية في مجمل هذا الكلام احنا بنقول لك ما تحلفش بغير الله سبحانه وتعالى، لا تحلف بغير الله، وده الأفضل والأحسن. ولكن إذا رأيت من يقول ذلك، خاصة المصريين عندهم حب فطري لسيدنا النبي، يقول لك والنبي اعمل لي كذا، والنبي هات دي، والنبي خد دي، والنبي ما تعمل كذا. ده بعضهم قال ده لا، مش ده حلف ولا يمين، ده رجاء وترجي، اي لاجل النبي يفعل كذا، وليس يقصد به يمينا ولا شيء. وورد عليه الصلاه والسلام قال افلح وابيه، اهو. يبقى اذا كنت حالفا فلتحلف بالله او باسم من اسماء الله او بصفه من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتي.
لا يصح أن تحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بالقرآن كما قالوا، وفي ناس بعضهم قالوا يجوز، لكن لا تحلف بالنبي ولا بالكعبة، لا تحلف بهذه الأشياء وبغير مخلوق. لكن إن رأيت إنسان يحلف بالنبي فلا داعي إنك تتهمه بالبدعة أو بالفسق أو بالكفر أو بالشرك، هذا ما نود قوله. طيب، القسم أبنائي وبناتي قلنا بهذه الأشياء، وقلنا الأشياء التي لا يصح القسم والحلف بها. ما هي حروف القسم؟ هيا نرى هذه الحروف. حروف القسم الواو والباء والتاء. الواو، قال تعالى في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والله، يبقى هنا بالواو، القسم كان بالواو، دي حرف من حروف القسم، والله ربنا ما كنا مشركين. طيب، حرف الباء، قال في سورة النساء: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يحلفون إيه؟ بالله، حرف الباء. حرف التاء، قال في سورة يوسف: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. تالله، حرف التاء. هذه حروف القسم، حروف القسم الواو والباء والتاء. ويجوز أبنائي وبناتي أن تضمر هذه الحروف في القسم، مثل قول القائل: الله لا أفعل كذا. في شيء مضمر، قصدي يقول إيه؟ والله، أضمرت الواو هنا، الله لا أفعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال وحلف الذي طلق امرأته البتة، قال: الله ما أردت بالبتة إلا واحدة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الحروف دي ممكن تضمر تحذف، بس في ضمير فيها طبعا، الله لا أفعل كذا، أي والله لا أفعل كذا. كفارة اليمين، احنا نتكلم عن كفارة اليمين المنعقدة، لأن الغموس لا كفارة فيها، واللغو قلنا لا مؤاخذة فيها، يبقى الكفارة هتكون في اليمين ايه؟ المنعقدة. الحالف إن حنف في يمينه المنعقدة، يعني من وقع، يخير في الكفارة بين أمور ثلاثة، وهي: أولا نقول له عليك عتق رقبة، تحرير عبد أو أمة يعني، وطبعا ده ما فيش دلوقتي. إطعام 10 مساكين، يطعم 10 مساكين، يعني ممكن يعتق وممكن يطعم، كل مسكين طبعا نصف صاع من قمح، والصاع عندنا في المذهب الحنفي عبارة عن 3 كيلو وربع، كل مسكين نصف صاع من قمح، والصاع احنا بينا مقداره قد ايه، يبقى هيتخير بين دي العتق او الاطعام، او كسوة 10 مساكين. طب يعني الكسوة دي عبارة عن ايه يعني؟ هيكسوهم منين ويكسوهم ازاي؟ قال لك كل واحد منهم يكسيه، وأدنى ما يجزئ في الكسوة ثوبا تصح فيه الصلاة، يستر البدن، يستر البدن. طب دي الأمور المخيرة، هيخير بين العتق أو يخير بين الإطعام أو الكسوة. فإن لم يقدر الحانس اللي من وقع دوت على أحد هذه الأشياء الثلاثة، لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، صام 3 أيام متتابعات، وركز في كلمة متتابعات، عندنا في المذهب الحنفي كده يصوم 3 أيام ورا بعض. إيه الدليل؟ عشان ابن مسعود قرأ 3 أيام متتابعة، ودي قراءة مشهورة، فكانت كالخبر المشهور. إيه الدليل الكفارة دي؟ قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم،
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يبقى المؤاخذة في اليمين المنعقدة. إيه كفرته؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تفيد التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذا هو دليل كفارة اليمين، عبارة عن الذي ذكرناه. وأو كما نعلم أبنائي وبناتي في الآية للتخيير. وبما أن الرق قد انتهى، فالحانث مخير بين أحد أمرين، إما الكسوة، إما الإطعام، وإما الصيام. ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي؟ معنى هذا الكلام أنه أولاً اليمين المنعقدة، إيه الكفارة فيه؟ طبعا احنا عارفين إن الغموس لا كفارة فيها، استغفار وندم وتوبة. اللغو نرجو الله عز وجل ألا يؤاخذه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طب كفارة اليمين المنعقدة إيه؟ اللي هو حلف إنه بكرة والله يروح المدرسة وما راحش، أو والله بكرة لا أعمل كذا وما عملش. ده يمينه كده وقع. واحنا قلنا من حلف على شيء في المستقبل ليفعله او يتركه ولم ينفذ حنث في يمينه، يعني يمينه وقع ووجبت عليه الكفاره. ايه هي الكفاره؟ شاع بيننا ان اي حد يقول لك انا يميني وقع يبقى صوم 3 ايام على طول كده. لا يا سيدنا، لا، في حاجات قبل الصيام. مش كل واحد يمين وقع يصوم 3 ايام وخلصت. لا، ده كفاره اليمين في الآتي. أولا أنت مخير بين 3 حاجات. أولا مخير بين عتق رقبة اللي مفيش دلوقتي خلاص، أو إنك تطعم 10 مساكين، تقوم بإطعام 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع من قمح أو من غالب قوت البلد، أو إنك أنت مولانا تكسيهم. تكسيهم إزاي؟ بما يستر عورتهم أو بما تصح فيه الصلاة. الوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم. يبقى أنت في الأول قبل الصيام ما ينفعش تصوم على طول، لا، ده أنت في الأول تشوف نفسك عندك المقدرة، مخير بين حاجتين، إما ما فيش رقبة طبعا، إما تطعم 10 مساكين وإما تكسو 10 مساكين دول، ده أنت مخير وبراحتك، عايز تطعم ماشي، عايز تكسي ماشي. ما قدرتش تروح للمرتبة الثانية اللي هي ايه؟ صيام 3 ايام متتابعين يعني ورا بعض. بقية المذاهب بيقول لك لا، متفرقات، ممكن تصوم كل اسبوع يوم او كل اسبوع يومين براحتك، يعني مش شرط يكون ورا بعض. لكن عندنا في المذهب الحنفي قالوا لو انت ما قدرتش تطعم او تكسي تصوم 3 ايام متتابعين ورا بعض. خدوا من قراءة ابن مسعود 3 ايام متتابعات، وقال لك دي قراءة مشهورة عن ابن مسعود، فصار كالخبر المشهور. احنا بالاول قلنا لك ما تحلفش قدر الامكان، ما تحلفش ان اضطررت، يعني تكون يعني واثق من نفسك هتنفذ، احلف. يبقى سيدنا كفرت اليمين مش على طول تصوم 3 ايام، لا، اولا تخير بين العتق رقبة او انك انت تطعم 10 مساكين او ايه تكسيه. طيب مفيش كسوة، ما قدرتش تكسي، ما معكش، او مش قادر تطعم، يبقى الصوم 3 ايام متتابعين. ودي الايه اللي احنا ذكرناها، فاو هنا للتخيير ثم بعد ذلك تنتقل الى الصيام. يبقى انت مخير بين الكسوه والاطعام، وما لقيتش يبقى فالصيام. هذه هي كفاره اليمين، لو وقع يمينك تعمل الحاجات دي، ما تنتقلش على طول للصيام. طيب نيجي بعض المسائل المتعلقه بالايمان، زي واحد حلف انه يفعل معصيه، والله لا اشرب خمره بكره، ده الحلف على فعل معصيه، او والله لا اصلي غدا،
الحلف على ترك طاعة، ينفع الكلام دوت؟ طب ايه الحكم المترتب عليه؟ هيا نرى ذلك. الحلف على فعل معصية، ما الواجب على من حلف على فعل معصية أو ترك واجب؟ وما دليل ذلك؟ نقول وبالله التوفيق أخي المسلم، لا ينبغي لك أن تحلف على فعل معصية أو ترك واجب، لأنك مسلم، كمن يحلف على ترك الصلاة كان يقول والله لأسرقن الليلة، أو والله لا أصلي الظهر اليوم، إيه اللي يجب عليه؟ ما ينفعش يقول الكلام ده، ويجب عليه أن يرجع عن يمينه وأن يكفر عنه، يرجع عن يمينه ويكفر عنه، ما يكفرش قبل ما يرجع، لا يرجع الأوفخ يكفر. إيه الدليل يا سيدنا؟ ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حلف أن يطيع الله فليطعه، ومن حلف أن يعصيه فلا يعصيه فلا يعصيه. يعني إيه الكلام دوت؟ معنى هذا الكلام إن واحد حلف على ترك طاعة، قال والله ما أنا مصلي النهاردة، أو على فعل معصية، والله لا أسرق فلان النهاردة، أو والله لا أشرب الخمر النهاردة، هذه الأفعال لا يصح ولا ينبغي للمسلم أن يفعلها، ما ينفعش تعمل كده. طب وإن حصل؟ قال لك وأنت حلفت على فعل طاعة، خلاص أدي هذه الطاعة. حلفت على فعل معصية، لا ما ينفعش، ده حرام، ترجع عن الكلام اللي أنت قلته وتكفر عن هذا اليمين أو هذا القسم. قال صلى الله عليه وسلم من حلف أن يطيع الله فليطعه وليبر في يمينه، يبر في يمينه، ومن حلف أن يعصيه فلا يعصيه، يكفر عن يمينه، ما ينفعش يعمل الكلام دوت. طب تيجي مسألة اللي هي تعليق اليمين بالمشيئة، طبعا الجماعة الأثرية بياخدوها على طول دي، بمعنى يقول لك والله إن شاء الله جاي لك بكرة، ما قالش والله جاي لك بكرة، ده قال والله إن شاء الله، يبقى وصل اليمين بالمشيئة، خلاص هو لا يعلم مشيئة الله، ما جيتش ليه ولا أنت حلفت، قال لك لا أنا قلت إن شاء الله ولم يشأ الله، يبقى اتصال اليمين بالمشيئة لا مؤاخذة فيه. هيا نرى تفصيل هذا الحكم. تعليق اليمين بمشيئة الله تعالى، ما حكم من حلف يمينا وقال إن شاء الله متصلا بيمينه؟ من حلف يمينا وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه، يعني منه موقعش. ليه؟ لأن الله تعالى لا يعلم مشيئته، ربنا ما يعلمش إيه؟ مشيئته، أنت لا تعلم مشيئة الله، لأن الله لا تعلم مشيئته، ما نعرفش ربنا ما شاءش ربنا. أخيرا مسائل عن الأيمان، مثال بسيط بيقول لك أول مسألة، ما حكم من حرم على نفسه شيئا مباحا مما يملكه ثم رجع عن يمينه؟ يعني والله لا استخدم هذا الكرسي، والكرسي ده بتاعه، ثم رجع عن يمينه دوت، يعمل ايه؟ من حرم على نفسه شيئا مباحا مما يملكه، حاجه ملكه، كمن حرم على نفسه لبس قميص معين، والقميص ده بتاعه يملكه، ثم رجع عن يمينه ولبسه فعليه كفاره يمين، لانه حنث. طيب، ما حكم من حلف ان لا يتكلم ابدا؟ قال والله انا متكلم، فقرأ القرآن أو سبح أو كبر في الصلاة، هل نعتبر ذلك كلاما؟ قالوا بأنه من حلف ألا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو كبر في الصلاة لم يحدث، لأن التكبير والتسبيح ده من الصلاة عادي، لكن لأن هذه الأذكار في الصلاة ليست بكلام عرفا ولا شرعا، لكن إن قرأ القرآن أو سبح أو كبر خارج الصلاة حنث في يمينه وعليه كفارة. طب واحد حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا، قال والله ما أكل لحم، راح كل سمك، هنقول السمك ده لحمة؟ قال لك لا،
لو حلف ما ياكلش لحم فاكل سمك لم يحنس. ليه يا مولانا؟ لان السمك في عرف الناس لا يسمى لحما، لا يسمى لحما. طب حلف ان لا ياكل من هذا القمح فاكله، فاكل من خبزه، اتخبز القمح. قالوا من حلف لا ياكل هذا القمح فاكل من خبزه لم يحنس. ليه؟ لان القمح يؤكل حبا مشويا كالذي يسمى بالفريك، يبقى ده مش ايه، ما اعتبرنوش قمح. يعني ايه الكلام ده يا شباب ابنائي؟ خلاص احنا اتكلمنا عن تعليق الامر بالنشيئة وقلنا لا شيء عليه ولا يؤاخذ. ما معنى هذا الكلام؟ احنا تكلمنا عن الاتصال اليمين المتصل بالمشيئة وقلنا لا مؤاخذة عليها وفصلنا ذلك. المثال الثاني يقول لك واحد حلف انه لا يستخدم شيء ملكه، القميص بتاعي دوت قلت والله ما انا ملابسه تاني ملكي، طب لو لبسته عليك كفارة، عليك كفارة، كفارة يمين احنا فصلناها قبل قليل. واحد قال لك والله لا آكل لحما راح كل سمك، هنقول كده يمينك وقع، حنت في يمينك؟ لا، لان اللحم غير السمك. بتقول لواحد انت اول ما يجي لك ضيف تقول له تاكل لحم او سمك، يبقى السمك مغاير للايه، للحم، فلا حنث عليك. طيب والله لا اكل قمحا، راح جبنا القمح دوت وخبزناه عملناه عيش، لا دي منفصل عن ده، ده في مغايره مش زيه بالظبط، لان احنا ممكن القمح ده يتعمل كذا حاجه زي الفريك مثلا. خلاصه الكلام ابنائي وبناتي ان اليمين المنعقده لابد ان نفذت ما قلت واقسمت عليه لا شيء عليك، ان لم تنفذ الفعل او الترك فعليك كفاره، وفصلنا الكفاره بان اما انت مخير فيها بين عتق الرقبه مش موجوده، او الاطعام 10 مساكين، او الكسوه ل10 مساكين. فان لم تجد او ان لم تستطع فعليك بالصيام 3 ايام متتابعات، وهذا في المذهب الحنفي. وقالت بعض المذاهب الاخرى بانه لا يشترط التتابع في صيام كفاره اليمين. ادعو الله سبحانه وتعالى ابنائي وبناتي ان ينفعكم بهذه الحلقه، وان يحبكم ويعزكم، وبهذه الحلقه ينفعكم، والله أرجو في قبول العمل. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.